أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، رغم أنك يا فضيلة الشيخ بينت ونصحت مما وقع فيه بعض المنتسبين إلى العلم من الوقيعة في أهل الأثر من أهل العلم واتخاذ ذلك قربة وترك العلم النافع وترك ذلك للعلماء الراسخين الذين يراعون المصالح والمفاسد، رغم ذلك كله لا زال هؤلاء يبدعون الدعاة ويهجرون إخوانهم ويفترون عليهم بالكذب، فما موقفنا منهم بارك الله فيكم؟ وهل نعاملهم بالمثل؟ وهل يجوز لنا ترك السلام عليهم لأنهم لا يردون علينا؟ فجزاكم الله خيرا. موقفنا وموقفكم أننا بينا ولله الحمد الذي يجب علينا البيان، فإن امتثلوا الحمد لله وإلا قامت عليهم الحجة، وسلموا عليهم ولو كانوا ما يسلمون عليكم سلموا عليهم، وحاولوا معهم أنهم يتراجعون عما هم عليه وبينوا لهم لعل الله أن يهديهم. نعم.